لم يخل أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم جهارا كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطود لما رى من لحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبك ليلا أو نهارا من سعى في ظلمها من راعها يا من على أبوابها أضرم نارا طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب منها والجدار وعليها هجم القوم ولا تسألا عما جرى ثم وصار لا تسني كيف رضوا ضلعها لا تسني لا تسني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار واسأل اللؤلؤ قرطيها لمن تثرت والعين لم تشكو احمرارا واسألن أعتابها عن محسنين كيف فيها دمه راح جبارا وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الصاحة يفض انكسر سيدي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين احنا بجوارك ارخصنا اردحش منك وقول يا بن عم النبي ويا فحل الفحول شلون جدامك يضرب فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشاء تعثر بالأذيال مثنية العطف وجاءت إلى الكرار تشكو احتضامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أبا حسن يا راسخ الحلم والحجا إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بصيحته في الروع يأتي على الألف أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف من رخصتكم ويلطم عيني ويلطم عيني نصب عينك ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشفي وما برحت مظلومة.